مرحبا جميعا، معكم اللاعب خليل، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد. ومقطعنا لليوم راح يكون طوشة يا جماعة. نعم، مثل ما سمعتني عزيزي، احنا اليوم عندنا طوشة، عندنا مشاجرة ما بين فريقين. اليوم راح نشوف مين اقوى فريق، تمام؟ الفريق اللي انا بشجعه هو الفريق اللي فوق صراحة. خليني احكي لكم على البلاوي بشكل سريع. الشجاع منتصر، قوي جدا في الهجوم، من اقوى البلاوي في الهجوم، تقريبا اقواهم في الهجوم. الشجاع المهند بلبل المفضل، مش هحكي عنه اكثر من هيك. الشجاع البركاني هو اقوى خلطة موجودة بيناتهم. الشجاع البركاني مش طبيعي شو قوي، وبتوقع ان يفوز عليهم كلياتهم. بضل عندكم الشجاع النفاث، وهو كثير بلبل قوي، وانا جدا متحمس. خلينا نبلش مباشرة، عن جد اني متحمس في هذا الفيديو. الشجاع النفاث ضد الشجاع. لا 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 لا، بدايتها خير، بدايتها خير، خير جدا، بدايتها خير. النزال راح يكون تتابعي، اي فريق بفوز راح يدخل الفريق الثاني مباشره. طيب يا جماعه، راح اسجل كل النتائج اللي بتصير هنا. فسميت الفريق الاول هو فريق المهند المنتصر، والفريق الثاني هو فريق البركان النفاث. الان الشجاع البركاني والشجاع المهند. هما الشجاع تم الاخراج خارج الحلبة، والان راح نرجع للنزال الاساسي. الشجاع البركاني والشجاع المهند، انطلق. اوه، وكسر التكسيو. ها ثواني، لا انا مش فاهم، لا عن جد مش فاهم، استنوا شوي. ها راح احسبها نقطة واحدة، اوكي. الشجاع المنتصر، انا كثير بشجع. يس 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 يس، واخيرا واخيرا الشجاع المنتصر ورجاكم قوته الحقيقية. انطلق الشجاع المهند، يلا اقطع شجاع البركان. طبعا شجاع البركان جدا قوي في هاي الخلطة، فإذا يز اخرجه خارج الحلبة، وبهيك بياخذ فريق الشجاع او فريق المهند المنتصر كمان نقطة. هيا يا شجاع المنتصر، مباراة صعبة جدا واشبه بالمستحيلة على الشجاع المنتصر، وفعلا راح اصرخ لو فاز الشجاع المنتصر، لانه هذا الاشي مستحيل انه يصير. اوكي، طبعا فرق الوزن مش بس هائل، فلكي فرق الوزن بيناتهم، ف ما بتوقع شيء زي هيك. خلاص اضربه يا اخي، فقط قل طاقتك زي هيك، ايش راح يصير، ايش راح يصير. طبعا ما بحسب البيست على انه نقاط كثيره. وفاز فريق اللي بحبوش، فريق البركان النفاث. اني سأل الاضخم، يلا يا لا، اخذ الشجاع النفاث نقطه. يلا يا شجاع البركاني، ورجيهم انه انت قوي، بس ما تفوزش يعني، انت بس ورجيهم، انا ما بدي اياك تفوز، تمام؟ انت بس ورجيهم انك انت قوي، اما انك تفوز لا والله انا ما بديش اياك تفوز صراحه. اوكي، لا 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 لا، ده فاز، قصدي مبسوط، انا مبسوط لكم بكل الاحوال. طبعا تحديث يا جماعه، فريق المهند المنتصر كان 4 نقاط، وفريق البركان النفاث عادلوا الان وصاروا 4 نقاط كمان. الشجاع البركاني، يلا. طبعا انا بشجع الشجاع المهند، بس كثير في بالقناه ترى منهم محبين الشجاع البركاني، عرفتوا كيف؟ يلا خلينا نشوف. اوكي اوكي، تمام تمام تمام، يلا. لا تعادل، راح ينعاد النزال. الشجاع البركاني، يا الله والله العظيم يا جماعه، هذا اكثر فيديو بتحمس وبنبسط فيه، يعني عن جد مش طبيعي شو اني مبسوط وانا عم بلعب. يلا ايش حيصير، ايش حيصير؟ لا 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 يا شجاع، لا يا شجاع، لا شجاع البركاني بياخذ نقطة. الشجاع المنتصر، الهجوم السريع، يلا الهجوم السريع، اضرب واطلع برا الحلبة. لا لا، فقط طاقته، لا خسر الشجاع المنتصر. انتقم يا شجاع البركاني، يلا. لمين احسبها هاي؟ لمين احسبها؟ انا مش فاهم، لا لا انا مش فاهم، يعني هذا نعمل له بيست بس هذا طلع برات الحلبه. يا جماعه والله انا مشكلتي مش خلاص، رح نعيد النزال. هيا يا شجاع النفاث، اوكي ما بحبش شجاع النفاث بس بشجعه عشانكم. يا ريتنا ما عدنا النزال، يا الله يا ريتنا ما عدنا النزال. طبعا ليش ما عدنا النزال؟ لانه فريق البركان النفاث صار 7 نقاط، وفريق المهند المنتصر صار 4 لساته. يعني الشجاع المنتصر، اوكي تم تكسيره من قبل الشجاع المنتصر الخرافي، وبهيك بصير في ريمونتادا بسيطة، وبصير فريق المهند المنتصر 5 نقاط، وفريق البركان النفاث 7 نقاط. طبعا المباراة ال10 نقاط، فأول فريق بوصل 10 نقاط أول هو اللي بيكون فائز في النزال. ف يعني عادي حنضل نلعب لحد ما يوصل 10، ممكن الفيديو هذا يوصل نص ساعة، ما حدا بيعرف،
انا ما عندي مشكله، هيني بلعب لحد ما يوصلوا 10 وفاز الشجاع المهند وبجد بيعمل رومنتادا. صارت النتيجه حاليا 7 مقابل 6 اتوقع. نعم يا جماعه، مقابل 6 النتيجه، ف 7 6 صارت 8 6. املي فيك يا الشجاع المنتصر. يلا اوه كان راح يخرج مباراه الحلبي بس رجع. يلا اضربه، عم بلحق وراه الشجاع المنتصر بضربات الهجوم السريع، بس ما عم بض... مش عم بضرب بعض عم بس اوكي ترى هاي انه بيكونوا باتجاهات مختلفه وبسرعه متوازيه، هاي ترى كثير صارت في بيوت البيس، بس يظل زي هيك راح يخسر الشجاع النفاث على فكره. اخسر اخسر يس يس يس، خسر الشجاع النفاث. وهيك يا جماعه النتيجه صارت 8 7 ومولعه مولعه على فكره، مولعه كثير. اوه صارت 8 8 يا جماعه، والله والله يا جماعه ما عم بغش باي شيء، وعم بطلقهم كلياتهم بنفس القوه وبنفس السرعه، وعلى طول بطلق الثاني. طيب يا جماعه عشان هاي الجولات الاخيره فمسموح انه ياخذ من اخوه صح؟ مسموح انه ياخذ من اخوه. اوكي ما عم بغش، لا لا حكي فاضي يا جماعه، مش عم بغش ابدا. انطلق الشجاع المنتصر، يلا الشجاع المنتصر، الشجاع المهند هذا بطل الشجاع يا اخي اضربه يا اخي بعدين معك، حتى انا القاعده هجوميه مش عارف تضربه، بس يلا يلا شكله هيك صار عنده تحمل اقوى. يا اخي اضربه، ما بدي اتدخل، اضربه يلا. وبعدين اوكي وبعدين يعني اوكي ها ها، مش حتفقد التوازن الشجاع بركاني خلاص. ما فاز 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 الشجاع المنتصر هذا المهند. اوكي صار في نقطة للشجاع لفريق المهند المنتصر. وطبعا يا جماعة عشان العدل انا بس غيرت القطاع، راح اخلي حتى قطاع الشجاع المنتصر على الشجاع المهند. طلع كيف صار شكله خفيف، صار عبارة عن لاير بس، طلع بس لاير حرفيا لاير. وممكن تكون هاي هي الجولة الفاصلة، وخلينا نشوف خارج خارج الحلبي. وممكن تكون هاي هي الجولة الفاصلة، صار عبارة عن لاير متحرك سريع جدا بلبل الشجاع المهند، المهند المنتصر حرفيا. هذا الشجاع مهند مين؟ اوكي ضربة كمان ضربة، لا خسر خسر الشجاع المهند. لا هيك بضل جولة واحدة يا جماعة، هيك بضل جولة حاسمة، هيك بضل جولة حاسمة. طيب يا جماعة وفي الجولة الحاسمة راح يكون عندنا بلبل الشجاع المنتصر بهاي الخلطة مع بلبل الشجاع البركان. طبعا الشجاع البركان يبادر انه اغير له، بس انه ما راح اغير له صراحة، الخلطة بتاعته كثير خرافية. يا رب يفوز الشجاع المنتصر، ما بدي يفوز الشجاع البركاني، خلينا نشوف مين راح يفوز. انطلق الشجاع المنتصر او البركاني اللي بدكم اياه، بس انا بدي اشجع الشجاع المنتصر. هذا بطل الشجاع المنتصر، هذا الشجاع المنتصر المهند هذا، بس خلينا نشوف هل مع هاي الخلطه راح يفوز ولا لا. طبعا كجوله اخيره الوضع كثير مولع صراحه، بلبل الشجاع البركاني واقف جوات الحلبه وبدوش يتحرك، وفي عندنا بلبل الشجاع المنتصر عم متوتر مش عارف احكي كثير، فشو راح يصير شو راح يصير. تخيل لا 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 يا اخي لا، ما بديش هيك يصير. خلص فاز فريق البركان النفاث، وللاسف فاز فريق البركان النفاث. انا حزين يا جماعه، انا والله اني انا حزين وزعلان يا اخي، ليش هيك صار يا اخي؟ والله يا اخي بعشق الشجاع المنتصر وبعشق الشجاع المهند، يعني اكيد برضه بحب الشجاع البركان والنفاث، بس عادي يا جماعه بتصير يا جماعه في احسن العائلات. بس يا جماعه بتمنى تكونوا استمتعتوا معي في فيديو اليوم، انا عن نفسي مش بس استمتعت انا كيفت في فيديو اليوم، انا هذا اسعد فيديو بالنسبه لي في حياتي. بس يا جماعه خبرونا رايكم تحت في الكومنتات، ديروا بالكم على حالكم، مع السلامه.